المهن واللي بيشتغلوا بقى ايه الشغلانات الصعبه وايه الشغلانات السهله والحاجات دي. ايوه في سؤال وسؤال. ايوه هنا الخبر بتاعي بيقول لك ايه؟ عمركم شفتوا حد شغلته ان هو ما يشتغلش؟ هو إيه؟ قاعد ما بيعملش حاجه خالص. يعني ايه؟ بيراقب حاجه واحد ولا ياباني جه قال لك ايه في البدايات، في بدايه شغله اللي هو مش شغل يعني، جه قال لك انا ممكن انا متاح لاي حد ممكن يكلمني اروح اقعد معاه، لو عايز يخرج اخرج معاه، لو عايز ياكل فممكن اكل معاه، لو عايز يتسلى يحكي ويفضفض انا اقعد افتح له وداني. مرافق لغايه لما مرافق، ما بيعملش اي حاجه غير ان هو مرافق، ما بيبديش اي فعل لغايه لما الضغط بقى عليه كتير. لا فقال لك طب ما انا هحولها بيزنس. طب 95 ما كده معناه قبل كده ما كانش بياخد منها فلوس. 95 ما يعادل 95 دولار في اليوم. وجاله كميه زباين، عنده حوالي 3000 زبون، 3000 عميل. يا كل الناس حاسه بالوحده. يا جماعه شوفي شوفي معنا كل دي محتاجه ونس، ملل عندهم دي ملل او عندهم وحده او عندهم وحده. طبعا عندهم وحده، عايزين يرغوا مع حد. عايزه اروح اقعد في مكان، يعني في ناس ما تعرفش تقعد في ريستورانت تاكل لوحدها. انا طبعا بعمل كده عادي. في ناس ما تعرفش تاكل لوحدك. اقعد في ريستورانت اكل لوحدي. ما تكلمنيش ليه؟ انا ببقى في التجمع وانتي المهندسين كده، لو كلمتك مش هتردي عليا اصلا، هتقطعي علاقتك. كون هي خلصت الكافيه وبس. لا يعني انا ممكن اقعد في ريستورنت اكل لوحدي عادي، اخد كتاب، افتح ارتكل على الموبايل اقراه، اعمل اسمع مزيكا، ما عنديش مشكله. اروح سينما لوحدي. بس دي مش مهنتك. لا احنا بنتكلم عن الوحده. احنا بنتكلم عن الوحده، انه البني ادم لما بيعود نفسه يستمتع بحاجات لوحده وهي كتير على صح. فكره ما بيحسش بالوحده بقدر كبير جدا. كده هنقطع عيش الزبون. مش مهم نقطع عيش، احنا مش عايزين ناس تحس بمؤهلات الشخص اللي انا الجا له عشان اقعد معاه. ما هو برضو الاخ ده يعني ما قالناش مؤهلاته ايه، يعني هل مستمع جيد، هل بيسمع كويس، ما انا لو انا كويس؟ انا لو عندي ملل يا شيري وعايز افضفض، هل دمه خفيف؟ مش محتاج اي حاجه. لا طبعا محتاج. ده انا ممكن افضفض بتاع الاباجوره دي اقعد اكلمها. لا ما اعتقدش تبقى محتاج حد عنده مواصفات زبون. لا هو مش بالضروره مواصفات، اكيد ما يكونش مزعج، ما يكونش سخيف، ما يكونش مؤذي، ما يكونش، لكنه لو قاعد جنبي تاكل يلا ناكل، فيقعد ياكل، تفتح نتفرج على فيلم يلا نتفرج على فيلم. احساسك ده. الناس يا جماعه ساعات بتجيب كلب عشان ما تحسش بالوحده. صح. فبيبقى اي نفس جنبها وخلاص. واتش إت.